بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سنتناول أحاديث وروايات عن بني قنطراء، المخلوقات التي هي نصف جسدها إنسان والنصف السفلي جسد حصان أو دابة على العموم أو بقرة، وهكذا لها أربع أطراف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأجوج ومأجوج 24 أمة. وبعد أن ذكرهم ومن من ذكرهم من هذه 24 أمة قال: بنو قنطراء أو الأنطوريون. قال: الأنطوريون أو الأنطاريين، الأنطور أو بنو قنطراء هم لسانتور بالفرنسية، نصفه إنسان ونصف جسده الباقي حصان. روى نعيم ابن حماد في كتاب الفتن حديثا برقم 1918، حدثنا أبو المغيرة عن عبد المالك بن حميد بن أبي غنيمة عن سلامة بن مليح الظبي عن عبد الله بن عمرو قال: أتيناه فقال: ممن أنتم؟ فقلنا: من أهل العراق. قال: والله الذي لا إله إلا هو لا يسوقنكم بنو قنطراء من خراسان وساجستان سوقا عنيفا حتى ينزلوا بالآبلة، فلا يدعون بها نخلة إلا ربطوا بها فرسا، ثم يبعثون إلى أهل البصرة إما أن تخرجوا من بلادنا وإما أن ننزل عليكم. قال: فيفترقون ثلاث فرق، فرقة تلحق بالكوفة، وفرقة بالحجاز، وفرقة بأرض العرب البادية. ثم يدخلون البصرة فيقيمون بها سنة، ثم يبعثون إلى الكوفة إما أن ترحلوا عن بلادنا وإما أن ننزل عليكم. فيفترقون ثلاث فرق، فرقة تلحق بالشام، وفرقة بالحجاز، وفرقة بالبادية أرض العرب، وتبقى العراق لا يجد أحد فيها قفير ولا درهما. قال: وذلك إذا كانت إمارة الصبيان، فوالله لا يكونن. رددها ثلاث مرات. بنو قنطراء يعني هذا الجنس من المخلوقات عند خروج ياجوج ومأجوج، والله أعلم. وقال نعيم بن حماد في حديث رقمه 1907 قال ابن عياش وأخبرني جعفر الحارث عن سعيد بن جهيمان عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرض يقال لها البصرة أو بصيرة يأتيها بنو قنطراء حتى ينزلوا بنهر يقال له دجلة ذي النخيل، فيفترق الناس فيه ثلاث فرق، فرقة تلحق بأصلها فهلك، وفرقة تأخذ على أنفاسها فكفروا، وفرقة تجعل عليها عيالها خلفها ظهورها فيقاتلون فيفتح الله على بقيتهم. وقال في حديث رقم 1917 حدثنا بقية عن أم عبد الله عن أخيه عبد الله بن خالد بن معدان عن معاوية قال: اتركوا الرابضة، ما تركوكم فإنهم سيخرجون حتى ينتهوا إلى الفرات فيشربون منه، فيشرب منه أولهم ويجيء آخرهم فيقول: كان هاهنا ماء. الرابض الذين يربضون ولا يجلسون، مثل مرابض الإبل التي يقوم التي لها أربع أطراف، مثل مبارك الإبل، ويبرك يربض، والله أعلم. هم هؤلاء الجنس، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.